هنتابع مع حضراتكم جزء او جانب بسيط من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انت بتتكلم مباراه من سلسله مباريات متتاليه ومهمه جدا في مشوار الدوري. يعني الشوط الاول بالتاكيد هي دي عالم كره القدم. يعني بين الشوطين الماتش مش سهل ابدا، ما تستسهلش اي مباراه وما تبقاش حاسس ان انت هتجيب جول في اي لحظه. يعني ممكن دي عالم ان انت ممكن تهدف اي توقيت، لكن في النهايه لازم يبقى في شراسه اكتر من كده. الشوط الاول اضعنا عدد كبير جدا من الاهداف ودخل مرمانا هدف، ودي برده كره القدم يعني، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين مكسب مهم جدا. الحمد لله طبعا، يعني طبعا ده برضو شغل الجهاز الفني، موسيماني مع كابتن سامي مع كيفن مع موسي مع كابيلو والمجموعه كلها. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني خلينا بس نتكلم ان المباراه كانت مهمه في 48 ساعه. انت لعب يوم الخميس مع المقاولين، النهارده تلعب مع المقاصه في السويس هنا، وهنطلع على كازر تشيفز. يعني من بكره ان شاء الرحمن عندنا اجازه بكره، لكن بعد بكره هنتمرن الصبح وبعدين هنسافر لنهائي افريقيا، هنسافر لدوري ابطال افريقيا، هنسافر لمباراه يكفي ان انت تقول بس نهائي دوري ابطال افريقيا مع مين وضد مين. يعني خلينا نحط في الحسبان اهميه اللقاء وقوته واهميه البطوله. يعني عندنا واجب مهم قوي ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، ومهم قوي ان احنا نتعامل مع مباراه بمنتهى الجديه، و لعب فرقة هي يعني على مدار العشر مباريات الأخيرة سواء كان في دوري المجموعات أو في دور الثمانية أو في دور 16 لعبت 10 مباريات ما بين داخلي وخارجي، خسرت مباراتين بس يعني من العشرة. يعني اتعادلت مع بترو أتلتيكو في أنجولا، اتعادلت مع حرية كوناكري في أنجولا، كسبت الوداد في المغرب. فبالتالي أنت عندك فرقة بتعرف تلعب كويس قوي، وخصوصا هما فرقة كويسة بالتأكيد، ولا ما وصلتش اللي هي وصلت له ده. فأنت بتلعب في 10 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بتخسر مباراتين اتنين وبتكسب الوداد في الوداد، وبتتعادل مع بترو أتلتيكو، وبتتعادل مع حورية كوناكري، كل ده بره أرضها. فأنت هتلعب فرقة وخصم عنيف جدا جدا وعنده دوافع برضه كبيرة يعني.